ولما تم يسوع هذا الكلام على مسامع الشعب دخل كفرناحوم، وكان عبد لقاء ذي مئة بسوء حال، وكان عزيزا عليه وقد أشرف على الموت، فسمع بيسوع فأرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي وينقذ عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا منه بإلحاح وقالوا إنه يستحق أن تصنع هذا معه، إنه يحب أمتنا وهو الذي بنى لنا المجمع. فمضى يسوع معهم وفيما هو غير بعيد من البيت أرسل إليه قائد المياه أصدقاءه وقال له يا سيد لا تتعب فإني لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي. لذلك لم أحسب نفسي أهلا لأن أجيء إليك، ولكن قل كلمة فيشفى فتاي، فأنا أيضا رجل مرتب تحت سلطان ولي تحت يدي جنود، أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر آتي فيأتي ولعبدي يفعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع هذا تعجب منهم والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال أقول لكم إني لم أجد ولا في إسرائيل مثل هذا الإيمان. فرجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد شفي والأمر والسلام.